ستقيم وزارة التربية والتعليم مبادرة المناظرات المدرسية على مستوى المملكة، وذلك لبناء شخصية الطالب بالأسلوب المناسب والمنفتح على جميع الآراء. نتابع. بهدف صقل مهارات الطلاب من الناحية العملية والشخصية، ستقام بطولة المناظرات المدرسية، وهي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، والتي ستكون على ثلاثة مستويات: المديرية والأقاليم ومستوى المملكة. نهدف إلى أن الطالب يستطيع أن يستخدم الحجة والدليل في إقناع أي شخص في حياته العملية على برأيه، وكذلك الدفاع عن رأيه من خلال الرد المقنع المبني على المنطق. عدد الفرق المشاركة في الأقاليم 45 فريقاً مقسماً بين الإناث والذكور، ليكون الطالب معتمداً على نفسه ومتسلحاً بلغة الحوار وتقبل جميع الآراء. هذه المبادرة بتنمي ثقتنا بنفسنا، وبتعزز قدرتنا على التواصل مع الآخرين، وبتعزز مهارة الرد السريع عندنا لدى الطلاب. قمنا بالتعرف على أهمية المناظرة التي تعزز من قدرة الطالب على الحوار والتواصل مع محيطه وتهيئته للسنوات القادمة إلى الخروج إلى الجامعة. تأتي هذه المناظرات ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير العمل التربوي، ليعمل الطالب على إقناع الطرف الآخر بصحة وجهات النظر المطروحة بالحجج والبراهين الكافية التي تؤيد هذا المعتقد، ليؤدي ذلك إلى غرس القيم الديمقراطية، ويعمل على تقوية لغتهم العربية الفصحى. ومعنا منسقة مبادرة المناظرات المدرسية ورئيسة قسم النشاط الثقافي والبيئي في وزارة التربية والتعليم علا البدينة، ومعنا أيضا المدرب في مبادرة المناظرات المدرسية ومسؤول النشاط الموسيقي والمسرحي في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد الشواهين. أهلا بكما في صباح المملكة. ويعني هذه هي النسخة الأولى من هذه المبادرات على مستوى المملكة بهذا الحجم. السؤال الأبرز راح تكون فقط على مستوى المدارس الحكومية ولا مدارس حكومية وخاصة؟ لا، هي المبادرة راح تكون على مستوى الحكومة والخاصة ووكالة الغوث والثقافة العسكرية. كل مدارس المملكة راح يكون في زي تصفيات، راح يكون مثلا الحكومة لحال بالبداية، الخاص لحال، وبعدين يصير في نهائيات. لا، عملنا ثلاث تصفيات. تصفيات على مستوى المدرسة، وتصفيات على مستوى المديرية، وتصفيات على مستوى الأقاليم، وتصفيات على مستوى المملكة. رح تكون خلال فترة شهر 10 وشهر 11 وشهر 12 رح يكون الحفل الختامي لتصفيات المناظرات تحت رعاية معالي الوزير. طب لو حكينا استراتيجيا دكتور، يعني مبادرة بهذا الحجم، ما الذي تنتظرونه من نتائج؟ إن شاء الله بالأساس لما أنشئت هذه المبادرة تجسيدا لصاحب الجلالة الهاشمية في أوراق النقاشية، على أساس نزرع عند الطلبة اللي هو أساليب الحوار البناء حتى يكونوا مواطنين فاعلين في هذا المجتمع. فإن شاء الله العدد اللي راح يشارك عندنا تقريبا 1000 طالب وطالبة من كل مديريات التربية والتعليم، جميع المديريات مشاركة بواقع فريقين للذكور وفريقين للإناث من كل مديرية. طب آلية المشاركة كيف راح يتم اختيار الطلبة؟ هم المتفوقين، هم الأوائل، ولا كل مدرسة هي حرة؟ حسب المعلم. المعلم عنده رؤية باختيار الطالب، طبعا بيختار الطالب اللي عنده تفكير ناقد، يكون عنده أسلوب الحوار، أسلوب النقاش، شخصية قيادية، قادر على الخطاب، قادر على التحدث أمام الجميع، أمام الجماهير. بس يعني هي طب فعليا هل راح يكون في مباحث محددة؟ لقد قمنا بإعداد أول دليل تدريبي على مستوى الوطن العربي من قبل خبراء من وزارة التربية والتعليم، وهذا أول دليل على مستوى الوطن العربي قمنا بإعداده بوزارة التربية والتعليم. شو يعني دليل تدريبي؟ دليل لتدريب المعلمين علي، والمعلمين تدريب الطلاب علي في جميع من الأنشطة والمواضيع. حتى يعرف كل يكون في رياضيات، راح يكون في موضوع المناظرات شيء مختلف. المناظرات انه مش مدرسيه، لا هي انشطه سياسية، هي انشطه لا صفيه. بالاساس المناظره المدرسيه انشطه لا صفيه، بتعلم الطالب وبيتدرب كيف يناقش حول قضيه معينه، ويستخدم الادله والبراهين لاثبات وجهه نظره، كان مؤيد او معارض لهذه القضيه.
راح يكون في مشاركة خارجية للفائزين؟ الفريق الفائز راح يمثل الأردن بدولة قطر إن شاء الله خلال المناظرة اللي بتصير بالعادة بقطر. بقطر. نعم. هلا في بمحافل ثانية، في بتونس، في بريطانيا، بس باللغة الإنجليزية. بس نحن راح نشارك لأول مرة في قطر. طبعا قطر كل سنة بتعمل سنة لبطولة للجامعات والسنة للمدارس. السنة إن شاء الله بالشهر 3/2020 رح تكون لبطولة المدارس، رح نشارك بفريق من عنا بأفضل متحدثين. هلا بعد المملكة رح يكون عنا 4 فرق متأهلة. هلا في فريق الفائز الأول، الفائز الثاني، الفائز الثالث. هلا مش الفريق الأول رح يمثل الأردن بقطر، أفضل متحدث من كل فريق من الفرق الأربعة المتأهلة على مستوى المملكة. رح يكون في لجنة هي اللي في لجنة اللي مقيمين، قمنا بإعداد لجنة مقيمين ومحكمين من قبل وزارة التربية والتعليم لتقييم هذه المسابقة على مستوى المديريات والأقاليم والمملكة إن شاء الله لاختيار أفضل فريق. طب نتمنى توفيق لكل الطلاب. طيب الطالب اللي بده يشارك، بصراحة احنا كلنا طلاب، شو بده استفيد؟ هناك جوائز مالية وجوائز وجوائز تقديرية. بالنسبة للجوائز المالية يعني للأسف أنا مش حافظهم، بس بقدر أستعرض لك إياهم. تفضلي. هلأ الجائزة الأولى للفريق الفائز عبارة عن، طبعا هاي بتوجيهات من معالي وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني، قام بمنح الطلاب هذه الجوائز. الجائزة الأولى للمدرسة أو الطلاب الفائزين، طبعا عدد الطلب الفائزين أو المشاركين في المناظرة هم 4 طلاب، 3 أساسيين وواحد احتياط. لكل فريق 1200 دينار الجائزة الأولى موزعة على الأربعة، الجائزة الثانية 800,000 دينار، الجائزة الثالثة 800 دينار. أيضا الميسر المدرسة الفائزة على المركز الأول سيتم منحه جائزة 500 دينار. اللي هو المشرف الميسر المعلم بالمدرسة، المدرب اللي درب الفريق. طبعا هلا المشاركين هم 200 مدرسة. طبعا هاي البطولة رح تكون أكبر بطولة كمان على مستوى الوطن العربي، أكبر فريق بأي دولة كان 50 فريق. نحن بالأردن عدينا 200 فريق للمشاركة على بهاي المسابقة. طبعا بواقع 1000 طالب رح يشاركوا بهاي المسابقة. 200 بأربعة بيطلعوا يعني 800 طالب. نحسب المعلمين معهم بيطلعوا 1000 طالب. فالجائزة الثانية أيضا للميسر أو المعلم الفائز على المركز الثاني رح تكون 400 دينار، والمركز الثالث رح تكون 300 دينار. وأيضا في دروع مقدمة للمدرسة الفائزة بالمركز الأول، درع البطولة، والمدرسة الفائزة بالمركز الثاني والثالث. وأيضا المديريات، المدارس التابعة لهذه المديريات رح تتسلم كمان درع البطولة للفائزة بالمركز الأول. يعني دكتورة أيضا لو حكينا تربويا، فعليا الطالب اللي رح يفوز والطلاب اللي رح يشاركوا، حتى لو ما فاز، حتى لو طلع بالمركز الأخير، بالنسبة له مجرد المشاركة إضافة، مجرد المشاركة إضافة، وأنه يقدر يطلع قدام زملائه الآخرين وقدام لجنة التحكيم ويناقش، فهذا الموضوع بيصقل شخصيته، بينمي عنده أشياء كثير في داخله، بيخلي عنده جرأة، بيخلي عنده القدرة على الحديث أمام الآخرين. فمن المهم جدا أنه الطلاب يشاركوا في جميع أنواع المسابقات وجميع أنواع الأنشطة. وبنحكي عن حتى للمستقبل، هدول الشباب اللي راح يطلعوا قدام جمهور وراح يناظروا وراح يحكوا مواضيع متنوعة، هم مشروع قيادات بالأساس، يعني هم مشاريع قيادات شبابية. انت بتحكي عن 800 مشارك. نعم. وإذا تم تطبيق هذا الكلام سنويا، وإن شاء الله بتطبق سنويا على المدى البعيد، تحكي عن نتائج إيجابية إن شاء الله. إن شاء الله إحنا نسعى في السنة القادمة لمضاعفة العدد المشاركين عن السنة هاي. يعني إذا هاي السنة شارك عنا 1000، السنة القادمة بيشارك عنا 2000، وإن شاء الله نصل لمرحلة إنه كل طلابنا يشاركوا في موضوع الديبيت اللي هي المناظرات المدرسية. إحنا بنشوف هاي المناظرات بشكل عام بالعادة بتكون منهجية بالمواد اللي بدرسوها الطلاب. كنا نشوفها على التلفزيونات وبالأفلام الأمريكية تحديدا، ولكن فكرة من هذا النوع، هل يمكن فعليا تطبيقها على كل المدارس؟ إن شاء الله. يعني طموحاتكم نتوصل لكل المدارس؟ طموحاتنا إن شاء الله نوصل لكل المدارس، إن شاء الله نوصل لكل المدارس. يعني احنا بنطمح لهذا الشيء. هلا المواضيع اصلا اللي بتنطرح من خلال الواقع اللي احنا عايشين فيه، السوشيال ميديا بنطرح لهم هيك مواضيع يحكوا عنها، عن دور المرأة بالمجتمع، بيحكوا مواضيع حديث الساعة بالضبط. البيئة، هل هي مسؤولية الفرد أم مسؤولية الدولة؟ يعني بنعطيهم مواضيع قريبة من الواقع اللي نحن فيه. يعني
التعليم الأكاديمي، هل تفضل التعليم الأكاديمي أم التعليم المهني؟ يعني نعطيهم إحنا مواضيع معينة، يعني مواضيع مهارية بتدربوا عليها قبل المسابقة، وفي مواضيع مهارية نعطيهم إياها بالمناظرة بيوم المسابقة قبل نص ساعة يتناقشوا فيها قبل نص ساعة بموضوع المناظرات المهارية. يا ريت على دورنا كان في كان فيها شغلة، كان واحد أيضا استفادوا ومحظوظين الجيل الحالي بأنه عندهم هاي الإمكانيات. وكمان في شرط أساسي بالبطولة أنه التكلم أو التحدث بالمسابقة باللغة العربية الفصيحة، طبعا تجسيدا ل مبادرة الضاد التي أطلقها سمو الأمير حسين ولي العهد. نتمنى لكم التوفيق في النسخة الأولى من مبادرة المناظرات المدرسية. بدي أشكركم جزيل الشكر على وجودكم معنا. نبدأ مع علا منسقة هذه المبادرة ورئيسة قسم النشاط الثقافي والبيئي في وزارة التربية والتعليم. شكرا جزيلا لك. وأيضا شكر موصول لك الدكتور محمد الشواهين مدرب في هذه المبادرة وأيضا مسؤول النشاط الموسيقي والمسرحي في وزارة التربية والتعليم. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا لكم.